السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت شهر الخط ساعات بتدور على الموديل والبيبر اللي موجودة هنا وما تلاقيهمش، طب نجيبهم منين؟ اول حاجة اكتب config اللي يخسر configuration، وتعالى على display وهتلاقي display layout and model tabs وتقول له اوكي، هيبدأ يظهرهم لك هنا بحيث تقدر تبدل بسهولة بين الموديل واللي اوت وهكذا، او كنترول وبيج اب وبيج داون. طيب وديسبلي هنا تقدر تختار الكلر بتاعك، هل هو يكون دارك ولا لايت، فاتح ولا غامق، بالشكل دوت حسب ما انت متعود.